مشاهد توتر خلال الانتخابات في ليبيريا، ومع أن عملية الاقتراع تمت بهدوء إلا أن مقاطعة المعارضة تنذر بعودة العنف إلى البلاد التي غرقت سنيناً في الحرب الأهلية. في هذا الحي الهادئ في مونروفيا، فريق من خبراء المعلوماتية ينوي استغلال تكنولوجيا جديدة قادرة على تحديد العنف ودق ناقوس الخطر. أشاهدي ليبيريا انطلق في العام 2008. نحن هنا لوضع خرائط للمنظمات التي تحدد الصراع في البلاد، وهذا يسمح أن يعطي العالم فكرة عما يحدث في ليبيريا من خلال وجهة نظرنا في الوقت الحقيقي تقريبا. أشاهدي هو برنامج إلكتروني على الإنترنت وضعته مجموعة من الكينيين في العام 2008 للمساعدة في ملاحقة العنف الذي انفجر بعد الانتخابات. ومن خلال رسالة إلكترونية أو خلوية تصل إلى الموقع، يمكن تجديد خارطة العنف الخاصة بفترة الانتخابات وخارطة أخرى خارج الفترة الانتخابية. وجون كاما هو أحد المساهمين الدائمين في الموقع، وهو من الشرطة الوطنية في ليبيريا. كثيرون يستخدمون الإنترنت يومياً، ولذلك أعتقد أن هذه الوسيلة فعالة لمساعدة ليبيريا. الهواتف الخلوية حاضرة بقوة في ليبيريا كما في رقعة كبيرة من أفريقيا، ولكن الإنترنت متأخرة كثيراً، والفريق يعرف تماماً أن الطريق أمامه لا تزال طويلة. العمل الذي نقوم به يرتكز خصوصاً على الإنترنت، فيما غالبية الشعب ليس لديها إنترنت، ولكننا نعالج الوضع ونتقدم كثيراً سنة بعد سنة. إنه نجاح حققته القارة الإفريقية، ونسخ أشاهيدي باتت موجودة في أكثر من 120 دولة.